أستاذة دكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بنحيي حضرتك يا فندم. حضرتك حريصة تبقى موجودة النهاردة في ليلة عيد القيامة المجيد، كلمين عن حرص حضرتك على تقديم المعايدة لكل المصريين من خلال وجودك النهاردة داخل الكاتدرائية. هذه عقيدتي لأهلي، لأهلي من المسيحيين، أننا لابد أن أشارك أهلي أعيادهم وأقف بجوارهم وأكون سعيدة جدا، ونحن هذه الأرض الطيبة تجمعنا جميعنا ونجتمع في بيت من بيوت الرب، فأنا سعيدة بهذا الأمر. وعايزة أقول يا رب تبقى مصر بهذا الجمال وهذه السعادة في مناسباتنا المختلفة، تبقي مصر عامرة سعيدة بأهلك وبمواطنينك وبثروتك البشرية من المسلمين ومن المسيحيين، ونحن نحتفل بمناسباتنا جميعا. عام سعيد على الجميع وعيد سعيد على الجميع. شكرا.